والله اخي جيت الثالث لحد الان هذا التبليط قشطوه وما سووه رجعوا سووه. وحيصير حوادث، حتلقى بسياره ساعه ونص ساعه ساعتين على ما نعبر. وثاني شغله نحن نريد جسور. نريد تعمير جسور سريعه يعني ما نريد احنا صار لنا سنين هنا خمس سنين ست سنين ولا جسر ما مكملين. هسه الجسر الخامس بس روحه. يعني هسه الثالث روحه وجايه بس بالرجعه الجسر الثالث حيصير ازدحام فرد نوب. الشواصئ اكو شواصئ على ذيك الصفحه على يمين اصلا مكسوره بالوسط اي يعني هذا ينراد له حصير حوادث شغلات كثيره منها من وراها كله طسات وحوادث وشارع قاصين نصه ونصه مخلين بضلع السياره من تضرب بالضلع تزحف تسوي حادث هنا هاي اللوريات اسكت يجيك مألف كل صلاة شنو الحل برايك؟ والله الحل يسوون جسر للسيارات الكبار ماكو غير هذا الحل من يجي من هنا يصير حوادث اخويا جسر الثالث اول شيء قشطوه وما بلطوه ثانيا شواخص ما بيه يعني مرات ثلاث سيدات بس يعبرون بس عبره ثلاث سيدات والجايه سايد واحد يعني ماكو شواخص اي سوي يومي عليها اربع خمس حوادث الله وكيل يومي على الجسر اربع خمس حوادث جسر الموصى اها اي وعند الحال لازم يكملون الخامس الرابع يكملون يفتحونهم شو رايك بعمار الجسر الرابع والخامس؟ والله تاخر حيل تاخروا حيل